بالحقيقة نفتخر بتعاوننا مع القوى النظامية من جانب ومجموعات الكفاح المسلح من جانب تاني في هذا التعاون في دارفور. احنا اشتغلنا تعاوننا مع بعضنا البعض في هذا المجال تقريبا لمدة سنة. انجزنا يعني بعض التقدم بما في ذلك انشاء مكاتب يعني في كل دول دارفور. فنتطلع الى تعاون اكثر واوسع بما في ذلك التدريب يعني في مجال حقوق الانسان مثلا لقوة حفظ الامن المشتركة.